اقرا الاختبارات اللي هم بيقولوا عليها عشان تبقى مدرس حاجه صعبه جدا. معانا الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك للساده المشاهدين. اكيد انت شايف الموضوع كبر قد ايه يعني؟ طبعا احنا طلعنا بيان توضيح يعني بشكل مفصل النهارده استاذ عمرو، وضحنا فيه كل الامور فيما يتعلق بكل الخطوات الخاصه بالمسابقه ومدى قانونيتها. واكدنا ان طبعا وفقا للماده الخامسه في القرار رقم 2297 لسنه 22 يكون التعيين او التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وده طبيعي بيتم طبعا في كل الوظائف الحكوميه. وفي جزء اخر وهو متعلق بانه لا يجوز التعاقد الا بعد اجتياز التدريبات التي تحددها الوزاره وفقا لنموذج العقد. ايوه ممكن تشرح للناس علشان انا بس مش مصدق اللي هم بعتهولي ان دي كلها اختبارات يجب ان يتجاوزوها، ممكن تشرح للناس المدرس عشان يبقى مدرس ايه الاختبارات اللي لازم يجتازها؟ هو الحقيقه استاذ عمرو يعني بقى في عندنا اليه محدده لانتقاء المعلمين الجدد على مستوى الجمهوريه. الاليه دي بتتم من خلال اعلان بيصدره يصدره الجهاز المركزي للتنظيم والاداره علشان يتم التقدم ليه، وبناء عليه بيتم استيفاء ورقهم وبيكونوا مستوفين لكافه الشروط بيدخلوا كمرحله اولى الاختبارات الخاصه بالتنظيم والاداره. بعد ما بينجحوا في الاختبار الخاص بالتنظيم والاداره بيخضعوا لتدريبات تربويه ولياقه بدنيه وذهنيه تابعه لوزاره التربيه والتعليم. وبعد ما هل صحيح ان هم لازم يجروا مش عارف 30 متر ولا 100 متر وحاجات كده؟ يعني هل لازم يبقوا رياضيا لائقين؟ انا مش بعترض، انا عايز اعرف بس. هو مش موضوع رياضيا لائقين يا استاذ عمرو، هي الفكره ان المعلم يكون عنده القدره الكافيه على اداء مهامه بشكل يعني يسهم في تطوير العمليه التعليميه، بمعنى ان هو يبقى عنده اللياقه الكويسه، عنده اللياقه الذهنيه اللي تستوعب التطور في المناهج الدراسيه، وان هو يبقى قادر على تطوير اسلوبه في الشرح، ويبقى عنده القدره على التغيير من اسلوبه. اللياقه البدنيه والذهنيه امرين مرتبطين ببعض. طب والذهنيه دي بتختبروا فيها ازاي يعني؟ لا هي هو طبعا بياخد زي كورس مكثف عن المشروعات القوميه، عن المهارات الفرديه، عن تطوير القدرات، واللي دي تدريبات بتعملها الوزاره كمرحله ثانيه. وبعدين بالنهايه بقى خالص بيدخل مرحله اجتياز تدريبات، دي تم فيها التنسيق ما بين الوزاره وجهه معنيه، وبناء عليها في النهايه الناجحين في هذه المراحل كلها بيتم تسكينهم بشكل فوري. يعني بيروح في الاخر بعد ما يعمل ده بيدخل تدريبات في جهه معنيه، ولما ينجح في التدريبات اللي في الجهه المعنيه دي يبقى ينفع يبقى مدرس. بالظبط يخرج وهيتم. طيب خلينا بس نمشي في الحكايه، انتوا طالبين طالبين 30,000 مدرس، من اللي تقدموا دول نجح كام واحد؟ اللي نجح فيهم في حدود 16. 16,000؟ طب في اللي ناس تم بالفعل اللي تم بالفعل اجتيازهم لكل المراحل المسابقه، وبالفعل الجاري حاليا طبعا على مراحل تسكينهم طبعا، يعني الاجراءات شغال. ولكن خلينا اكد لحضرتك ان 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 احنا النهارده يمكن اوضحنا في البيان اللي اصدرناه النهارده وكان حريص عليه الدكتور رضا حجازي، ان حتى المعلمين اللي ما اجتازوش التدريبات او اي تدريب من التدريبات في الجهه المعنيه هيتم اعاده اختبارهم، هيتم اعاده تقييمهم مره اخرى. انت بتتكلم يعني بقى على الباقيين اللي من على الباقيين اللي هم ما نجحوش هيتعمل لهم ملحق. يعني هيروح يعيد تاني في الجهه المعنيه محاولة اجتياز التدريب في الجهة المعنية، وبناء عليه لو اجتاز وزال السبب اللي منعه من اجتياز هذا التدريب خلاص اهلا وسهلا به ويبقى يعتبر ناجح وهيتم تسكينه على الفور. طب معلش هو السؤال عشان بس انا لاقي انه في غضب شديد عند الناس وهم متضايقين لانه كتير منهم بيقولوا احنا نجحنا وما لقيناش اسمنا، هل ده وارد؟ لا مش وارد طبعا يا استاذ عمرو، هو للاسف
في بعض يعني انسياق وراء بعض الكلام والإشاعات والمعلومات اللي بيتم تقديمها على موقع التواصل الاجتماعي طول الوقت بشكل مضلل، علشان تخلي المعلمين المشاركين في المسابقة في حالة توتر طول الوقت. واحنا اكدنا مرارا وتكرارا على ان هم ما ينطقوش ورا الكلام اللي بيتكتب على الفيسبوك او غيره، او اي حد بيدي اي معلومات غير المصادر الرسميه، سواء من الوزاره او الجهاز المركزي للتنظيم والاداره او حتى الجهه المعنيه. ودول ال 16,000 دول بيبقوا لازم يبقوا خريجي ايه؟ لا، هو طبعا هم بيجوا يقدموا ورقهم ما بين خريجين تربيه او كليات اخرى، ولكن طبعا لما بيجوا يقدموا ورقهم في شروط معينه حطها الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، بناء عليه بيتم طبعا البناء على هذه الشروط واستيفاء هذه الاوراق بيدخلوا الاختبارات الخاصه بالجهاز المركزي للتنظيم والاداره يعني. طيب، فالناس اللي زعلانه ديت بتقول لهم انهم ممكن يتقدموا للوزاره مره ثانيه؟ احنا في نقطتين مهمين وضحناهم النهارده. النقطه الاولى ان المسابقه تمت وفقا للقانون، واوضحنا ماده القانون اللي بتؤكد على حقيه الوزاره في تحديد اجتياز التدريبات اللي بتحددها علشان خاطر تقبل تعيين المعلمين، وفقا طبعا للخطوات اللي تمت بعد طبعا الاختبار اللي تم للتنظيم والاداره. ومنها والخطوه دي تحديدا بتتضمن جزئيتين، الجزء الاول هو المتعلق بقضاءهم للحقائب التدريبيه التربويه واللياقه البدنيه والذهنيه، والجزء الاخر الثاني هو التنسيق مع الجهه المعنيه علشان يدخلوا يجتازوا التدريبات المحدده ما بين الجهتين اللي هي وزاره التربيه والتعليم والجهه المعنيه. طب انا عايز اعرف، هو في الجهه المعنيه دي هم بيمتحنوا في ايه؟ او بيتم تدريبهم على ايه؟ بيبقى طبعا في زي كشف رياضي وكشف طبي وكشف هيئه وسمات، ولكن هو في الاخر الحاجات دي كلها لا تتعلق بالجزء الفني. يعني الجزء الفني هي معنيه بيه وزاره التربيه والتعليم، ولكن في النهايه هو احنا اللي بنستهدفه الانتقاء افضل واكفأ المعلمين عشان خاطر يضيفوا للعمليه التعليميه اللي بنسعى لتطويرها. هو ده الهدف الاساسي. طيب، فالناس هي 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 الخطوات كلها. معلش، عايز اسال سؤال علشان انا شايف هذا الجدل الكبير. هو بدايه تعيين اي واحد من دول بيبقى كام؟ ده مش منوط بيا ان انا ارد على السؤال ده يا استاذ عمرو. ايه مش منوط؟ انا بسال حضرتك، مش في وزاره التربيه والتعليم؟ ايوه، ولكن طبعا هي بتفرق طبعا، يعني هي بتختلف من ايوه من يعني بدايه ما انا عايز اعرف سبب انه الناس يعني بتتخانق على الوظيفه ديت. وانا ما يعني عاده ما اعرفش قوي من زمان ان الناس بتتخانق على انها تبقى مدرسين يعني، وانا عارف ان المرتبات ضعيفه. بدايه تعيين المدرس في وزاره التربيه والتعليم كام؟ لا، هو انا ما اقدرش احدد المبلغ بالظبط يا استاذ عمرو، ما اقدرش احدد المبلغ بالظبط. هو بينطبق عليه الحد الادنى للاجور ولا المدرس له اجر اخر؟ لا طبعا بينطبق عليه الحد الادنى ويمكن اكتر كمان، لكن طبعا انا ما اقدرش اقول لك تحديدا المبلغ كام. طيب، الاستاذ شادي زلطه متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، بشكرك شكرا جزيلا.